خير، لاباس عليكم؟ بخير، صحه لاباس. الوغ اليوم ان شاء الله غادي انا دايره معكم هذا الفيديو ديال التومه، ولكن غنعاود نديرو معكم. فذكر انما الذكرى تنفع المؤمنين، دونك غنديرو دابا. هذا وقت العيد الكبير، دونك هذا الشيء تنحتاجوه بزاف 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 عاد. وبما اني غنصوبها، دونك انا بغيت نعاود نتشاركها معكم. الوغ عندي هنايا كيلو هاد الطريقه هادي، تتحتفظوا بالثومه وفريمون تجيكم واحد الثومه رائعه بزاف عاد، وما تتخسرش، تتبقى لكم على طول العام في الثلاجه، وتتعطي واحد اللذه وواحد النسمه الا جربتوها. غتقولوا لي رايكم، وغتشوفوا الثومه بحال ما عمركم طيبتوا بها، بحال اول مره غادي تطيبوا بها، لان فريمون تتكون فيها واحد النسمه رائعه بزاف عاد. الوغ عندي هنايا كيلو ديال الثومه، قاسمه على جوج، منقيه وقاسمهم على جوج، ومحيده هاد القلب، محيده. حتى اللي بغات دير الثومه بودره تيخصها تحيد هاد القلب، لان هاد القلب هو اللي تيعطي الماء في الثومه، ضروري تحيدو. الوغ عندي كيلو، عندي معلقه كبيره ونص ديال الملحه، وعندي زيت العود، صافي ثلاثه المقادير. دونك اول حاجه غادي نطحن الثومه مزيان مع شويه تاع الملح، مع هذيك المعلقه ونص غادي نقسمها على كل طحنه. دونك غادي نقسمها هكذا، وغادي نطحنها مزيان حتى تولي ليا كريمه، حتى تولي ليا اون كريم. وعندي القراعي اللي ديجا غليتهم في الماء، دونك هذا سميتو غليتهم في الماء وخليتهم حتى بردو ونشفتهم مزيان، اللي غادي ندير فيهم هاد الثومه. دونك انا غنطحن هاد الكميه كلها ونتلاقاو. هانتوما ملي تتولي ليا هكذا، الو غادي نضيف شويه تاع زيت العود باش تطحن ليا كلها وتولي لي اون كريم. دونك هنايا الثومه ديالنا من بعد ما طحناها مع الملحه، ديك معلقه ونص كيلو، درنا ليه معلقه ونص تاع الملحه، ودرت له واحد كل مره تندير واحد جوج معالق ثلاثه ديال الزيت. الو دابا غادي نديرها في القرعه، غادي نعمر هكا، ولكن راكم تشوفوا يا البنات الريحه كيفاش دايره، فريمون رائعه بزاف عاد. وغادي نغطيها بالزيت العود، وهذا الزيت غطيوها بالزيت العود اولا الزيت العاديه اللي بغيتو، وهذا سميتو هذاك الزيت خذوه للبيتزا، خذوا منه هذا سميتو فيما تاخذوا منه، عاودوا غطيوها عاوتاني بالزيت. هكذا فوالا. هكذا بهذه الطريقه هذه صافي، وتتسدو عليها، وفيما هزيتو بحال دركا هكا هزيتو معلقه وجوج وثلاثه، وتتلقاو الزيت قل، زيدوا الزيت اي زيت بغيتو، بغيتو الزيت تاع المائده، بغيتو الزيت العود، صافي. وغادي تبقى عندي هكذا في الثلاجه وقت ما بغيتها، اي حاجه بغيتها، بغيتها الدجاج، بغيتها الشلاضه، بغيتها اللحم، بغيتها اي حاجه، اي حاجه بغيتو ديروا فيها الرز الحمد لله، اي حاجه بغيتو ديروا فيها الثومه استعملوها، وتفكروني ودعيوا لي. دونك هنايا هانتوما هادو درتهم بالزيت العاديه، لان بعض المرات ما تنكونوش محتاجين الزيت، زيت العود. دونك هادي درتها بالزيت العود. الوغ وهاد الثومه هادي راه تتبقى عندكم العام، تدوز لكم العام.
دونك الثومه ها هي يا لا كونسيرفاسيون ديالها، وهاد الثومه هادي راه تدوز لنا حتى العام، والجهد ديالها تيكون رائع. الا كنتو غديروا بحال دروكا عندكم وصفه فيها 4 الفصوص ديال الثوم او لا 5، راه غير نسمعي القه ديال الثومه من هادي تتعطيكم واحد اللذه وواحد النسمه رائعه بزاف عاد. واللي جرباتها تقولها لي في لي كومونتير ودعي معايا.